أكد رئيس جامعة البحرين الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة أن شراكة جامعة البحرين أن شراكة مع جامعة البحرين مع مؤسسة ناشونال جيوغرافيك التعليمية تفتح آفاقا واسعة أمام الجامعة للاستفادة من مناهج الشركة، مشيرا إلى أن هذه الجامعة تتطلع لشركة قوية وطويلة الأمد مع هذه المؤسسة العالمية. قال حمزة خلال احتفالية افتتاح مركز ناشونال جيوغرافيك لمصادر التعلم في جامعة البحرين أن افتتاح المركز هو محطة مهمة من محطات جامعة البحرين ومفخرة للجامعة ولمملكة البحرين، إذ يعد المركز الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط. وكانت جامعة البحرين أجرت دراسة شاملة قبل أن يقع الاختيار على شركة ناشونال جيوغرافيك التعليمية للاستفادة من مناهجها في تدريس اللغة الإنجليزية لطلبة البرنامج التمهيدي في اللغة الإنجليزية. من جهته قال الرئيس التنفيذي لناشونال جيوغرافيك التعليمية الأستاذ الدكتور ألكسندر بروج إن ناشونال جيوغرافيك تركز على الطرق الحديثة في التعليم، وشدد على أن الشركة تسعى إلى إقامة شراكة طويلة الأمد تهدف إلى الارتقاء بأساليب التعلم وأنماطه.